وآخر كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهو راعي جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي، وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية. كرم إضافة إليه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالدورة 11 للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والعرب والعالم. نحن تشرفنا أن فزنا في هذه الجائزة مرتين وليس مرة واحدة. مديا رضوان وجرت لي هذه الجولة 11. تحت شعار المجد لمن يصنعه، ثقافة بدأت عام 2009 توقفت بسبب الجائحة عادت بأبهى حلة من قلب إكسبو 2020. تم تكريم 28 مبدعا في جميع مجالات العمل الرياضي لتركهم الآثر الكبير على مستوى الأفراد والفرق في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم على حد سواء. قائمة المكرمين شملت شخصيات قيادية وصناع القرار إلى جانب الأبطال العرب في الدورتين الأولمبية والبارالمبية، وعدد من أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية، حيث نال عمران خان رئيس الوزراء الحالي في جمهورية باكستان جائزة الشخصية الرياضية العالمية تقديرا لجهوده في تطوير رياضة الكريكت في باكستان. جائزة الشخصية الرياضية العربية منحت للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بعد تحقيق الرياضيين القطريين أفضل إنجازات في تاريخهم الأولمبي. ستكون مع الشخصية الرياضية العربية تذهب من نصيب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، يتسلم الجائزة سعادة جاسم راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. جائزة الفريق العربي منحت للمنتخب الجزائري لكرة القدم لفوزه بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. جائزة الرياضي العربي منحت لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو 2020، هم المصري فريال أشرف، التونسي أحمد أيوب حفناوي، المغربي سفيان البقالي، السعودي طارق حامدي. جائزة المؤسسة العربية منحت لنادي الأهلي المصري للرياضة البدنية. جائزة رياضي حقق إنجازا في ظروف وتحديات صعبة فئة أصحاب الهمم، منحت الجائزة لكل من التونسي وليد كتيلة والعراقي جراح نصار. من سوريا حقق إنجازا في ظل ظروف وتحديات كبيرة. جائزة رياضي حقق إنجازا رفيع المستوى نالها السوري معن عبد المعين أسعد. جائزة المدرب المحلي ذهبت لعبد العزيز العنبري الرياضي المحلي للنجم علي مبخوت لتحقيقه أرقام تاريخية. عندما تشاهد هذه الجوائز، هذا التكريم، هذا الحفل، لا بد أن يتحرك الحافز بداخل كل مبدع لبذل جهد أكبر لحظ إنجازات أكثر. فالإبداع بحاجة لبيئة حاضنة كما عودتنا دبي أن تكون وجهة للمبدعين وأصحاب الإنجازات في الرياضة كما في باقي مجالات الحياة. من الرضوان، صدى الملاعب. هي شهادة حق، يعني واحدة من أهم الجوائز في العالم وليس فقط في الوطن العربي، معايير صعبة جدا جدا جدا. يعني احنا ما تقدمنا ملف هالقد، يعني أطروح الدكتورة حقيقة، والحمد لله مرتين مثل ما قلت توجنا بها. وبسط أنا أنه مثلا الرباع السوري معن أسعد كرم أنه قديش في ظروف صعبة ومع هيك أحرز ميدالية برونزية. عندكم مع العنب